ديك 16. في عمق هذا الاستوديو الخاص بالتصوير يختفي استوديو آخر لكنه خاص بالصوت، أين يسجل التوأمين أمين وربيع معظم أغانيهم. فرغم بساطة الإمكانية إلا أن الغاية تبرر الوسيلة. نهدر ونعبر فدس ممر وصاري فيه المنكر. من صغري وانا نحب تغوشي، نحب الراب بزاف، فاهم، نحب الراب بزاف، وكنت تمنيت من صغري كي نكبر نحب نولي نغني راب. رسائل تاعي على تغوشي ماشي كسيون باش نبان، ولا تغوشي نشوف واش صاري باش نغني، نلحق ميساج باش يعرف الشعب وانا واصل، ولا باش العالم شاف ما خسروش برك في الهضره، ونطلع شويه النيف خلي يطلع العالم شويه. أمين صاحب هذا الاستوديو يسعى دائما لتحقيق رغبات الشباب الذين لا يملكون إمكانيات لتطوير موهبتهم. استوديو ألماس برودكسيون خوتي بارمي ثمانية كليون بريفيري تاعي وعندهم موهبة. بور لانستون ني برودكتي لهم انا لي توينز أمين وربيع. ان شاء الله حيبري باري اغنيه ان شاء الله على الطفله ديك اللي توفات نيهال، وان شاء الله نخدموا لهم كليب، وانا كما نقولوا عن قريب ان شاء الله. من داخل هذا الاستوديو الصغير تصنع المواهب الشابه بعيدا عن الاهمال الذي نال الكثير من شبابنا المبدع. بصح عندي ولدي طلعوا لي شاني، ما خلونيش نهبط راسي قدام عدياني، نموت صوالي.